حقيقة من يتحمل هذه المسؤولية الكاملة بالدرجة الأساس في هذا الوقت بالذات هي الحكومة والأحزاب، الحكومة والأحزاب، حيث أن الصراع السياسي، وإحنا حذرنا كخبراء أمنيين، الصراع السياسي يلقي بظلاله على الوضع الأمني وعلى الأرض، وخاصة إحنا في العراق لدينا هشاشة في الوضع الأمني. حقيقة هذه العملية بالذات هي رسالة إلى الحكومة بأننا موجودون على الأرض، ورسالة أخرى لمن؟ إلى الشعب العراقي. نحن لدينا السلاح، نحن ننقض بين حين والآخر لننتقم منكم. أخي العزيز، إحنا من المعيب أن نذكر داعش ونقول داعش. أنا ضد داعش، داعش إرهابي ولعنة الله عليه، ولكن كان يفترض في عام 2016 إحنا أغلقنا هذا الملف بغير رجعة بإعلاننا النصر على داعش ورفعنا العلم العراقي في جميع المناطق المحررة. ولكن احسب لي من 2016 إلى الآن كم عملية حدثت باسم داعش، وكم اختراق صار باسم داعش. وأما هذه العملية بالذات، هناك علامات استفهام كثيرة، حيث أن داعش الإرهابي أو أي جهة قامت بهذه العملية اختارت منطقتين من فئتين مختلفتين، هنا قتل وغدر وهنا انتقام يفسر، وهذا يلقي بظلاله على أن هشاشة وفوضوية القرار الأمني هي الموجودة والسائدة في هذه المنطقة. لذا أطلب من فخامة دولة الرئيس السيد الكاظمي بسحب جميع القطاعات، سحب جميع القطاعات الموجودة في هذه، لأن احنا مقبلين يا ستار على فتنة، ولعن الله من يوقظها.